وبنكفي معكم اكيد وبننتقل لورشه ملح على المطبخ ونشوف شو محضر كمان الشيف لليوم. كمان صباح الخير للمشاهدين اللي انضموا لنا هلا عن جديد. نحن هون اول شيء تبلنا الدجاج، بدنا نكفيه هلا، بدنا نحط له بعد، بدنا نضيف له اول شيء. نحن حطينا له مثل ما شفنا، حطينا البهار الابيض، حطينا ثوم البودره، حطينا بصل البودره، حطينا كزبره يابسه، وكمان حطينا رشه كمون، وهلا عم بحط له الخل. خل التفاح بيعطي نكهه كثير طيبه معه. كمان بدي احط صلصه الصويا. وهلا بنترك هيدا الدجاج ينقع، حكينا لاخر الحلقه لنقدمه بطبق الرئيسي. هلا هون نحن بدنا نبلش بسلطه التفاح. اكيد نحن سلطه التفاح بدنا نحط لها خس ايسبرغ. جبنا تفاح اخضر، التفاح الاخضر عنده كل الفوائد الغذائيه، كثير مميز. طبعا انا هون قطعته بهالشكل هيدا وحطيت له حامض. ليه حطينا له حامض؟ لحتى ما يسود معنا التفاح. بس نحط له حامض بضل محافظ على لونه، بضل محافظ على شكله. وهلا رح نبلش اكيد سلطه التفاح مع الذره. بدنا خس ايسبرغ، الخس الايسبرغ مثل ما عم نشوف نحن بايدنا، عم نعملها بالسكينه لحتى ما تسود معنا. يستحسن نقطعها بايدنا لحتى طرافها ما يسودوا وتضل محافظه على الفيتامينات اللي بتكون موجوده بداخلها. هلا رح نحط لها نحن مع بقدونس ناعم، بيعطوا نكهه كثير طيبه. الخس الايسبرغ مع البقدونس، اكيد مع الذره، كمان مع الفلفل الحمراء والصلصه كثير رح تكون طيبه ومميزه لهيدا نوع من انواع السلطات. اوكي. هلا رح نحط رشه بقدونس، اكيد البقدونس نحن فرمينه ناعم ومغسلينه ومعقمينه. نحن في شيء غريب، بقدونس مع الايسبرغ، يعني مثل ما عم نقول العربي مع الاجنبي، بس ما بتصدقوا النكهه قد رح تطلع طيبه. هلا بدي احط كمان فليفله حمراء. اوكي، فليفله الحمراء. كمان بدي احط ذره. اوكي، هلا هون فينا نخلط هيدا المزيج انا وياكم. بدنا نسكبه بالصحن. هلا هون التفاح انا مفضيها من قلبها، التفاحة مثل ما عم نشوف كيف مفضيها من داخلها. اوكي، هلا عم نقول وين التفاح بالخليط، بس هلا التفاح نحن راح نحطه داير الصحن. مثل ما عم نشوف هالشكل هيدا، بس خلينا نبلش نحن بالصلصة. اكيد قبل ما يخلص وقتنا مثل ما عم نشوف كمان الصلصة بدنا نحط لها خردل، بدنا نحط لها كمان مايونيز. بدنا ننتبه لشغلة، نوعية المايونيز لازم تكون نوعية منيحة، مش معمول مايونيز من النشا، بده يكون مايونيز من البيض. كمان عصير حامض، ونخلطهم كتير منيح مع رشة بهار أبيض ورشة ملح صغيرة كمان، لأن هلا هيدا نحن بدنا ندخلها بعد العسل وزيت الزيتون، أكيد اللي هو بيعطي نكهة مميزة، وأنا كتير بنصح بزيت الزيتون. حط زيت الزيتون
مثل ما عم نشوفه بهالشكل هيدا. لكن حطينا مايونيز، حطينا خردل، حطينا عصير حامض، ملح، بهار ابيض، زيت زيتون. وهلا بدنا نحط كمان العسل. يعني قد ايه هيدي الصلصه طيبه، العسل مع الخردل مع المايونيز مع عصير الحامض مع الملح مع البهار الابيض. كمان بدنا نحط بعد قليل من زيت الزيتون مثل ما عم نشوف. بنحط زيت الزيتون بشكل خيط لحتى ما تفرط معنا هيدا الصلصة. اوكي، الصلصة صارت جاهزة عنا. اكيد نحن تفاح مثل ما شفنا حطينا الخس الايسبرغ مع البقدونس مع الذرة مع الفليفلة الحمراء، كمان رح احط لها اللوز مع الجوز مع فينا نحط سنوبر او حيلا نوع من انواع القلوبات، ما في اي مشكله. هلا نحن بدنا نروح نرجع لعندي كرولا ونرجع بنكفي بعد شوي. اكيد السوب. اكيد يعطيك العافيه وشكلها شهيه جدا. رح نرجع اكيد لعندك ولكن بنتوقف مع فاصل اعلاني ومن بعدها رح نكفي عالم صباح ومستقبل كمان ضيفتنا نحكي عن انشطه مؤسسه الرعايه الاجتماعيه بلبنان دار الايتام الاسلاميه.